هكذا قالها صدام حسين. أنا قررت قرار نهائي وماكو رجعة بي، خلي القضاء يقول كلمته بحق ابن عدي حتى لو إعدام ينعدم. دعونا نعود إلى الخلف قليلا. ما الذي أوصل عدي بن صدام حسين لحبل المشنقة؟ ما هو السبب الذي يجعل صدام حسين يحبس فلدة كبده في زنزانة مظلمة وموحشة كأي مجرم، ويطالب من وزير العدل العراقي آنذاك بنطق الحكم عليه؟ في الدقائق القادمة في هذا الفيديو سنجيب عن جميع تساؤلاتكم، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. عام 1988 وفي حفلة تكريمية لسوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، كان الحارس الشخصي والرجل المقرب من صدام حسين كامل حنة يحتفل معهم. حينها كان ثملا بعض الشيء، بدأ بإطلاق النار بكثرة وبشكل مزعج، ليتدخل عدي ويطلب منه التوقف عن ذلك لأنه يشكل مصدر إزعاج وخوف للضيوف، لكنه لم يستجب للأمر. كرر إطلاق النار دون توقف، فقام عدي بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلا. هنا غضب صدام حسين وأصدر أمرا إلى حراسه بالقبض على ابنه عدي، ووجه وزير العدل العراقي آنذاك باتخاذ الإجراءات تجاه ابنه عدي والحكم عليه كأي مواطن عراقي. عندها كانت المفاجأة، ونطق وزير العدل بحكم الإعدام على عدي صدام حسين كونها جريمة مكتملة الأركان. وفي زنزانة مظلمة وموحشة حاول عدي الانتحار، لكنه فشل في ذلك وذهبوا به إلى المستشفى، قضى أسبوعا هناك. بعدها أصدر صدام حسين أمرا صارما بإعادته إلى زنزانته. أصريت أنه يطبق القانون، وعلى أساس هذه القيم عدي فقط لما انزاح عنه الخطر في عملية الإنقاذ اللي سواها بالمستشفى فورا شلته وحطيته بالسجن. ولكن سجد زوجة صدام حسين تدخلت قبل تنفيذ الحكم بيومين، حيث استطاعت وبشكل سري إرسال مبعوث خاص إلى ملك الأردن آنذاك الحسين بن طلال، الذي حط بطائرته فجرا بمطار بغداد ليتودد إلى صدام حسين ويطلب منه العفو عن ابنه عدي، وإلا فإنه لن يزور العراق أبدا، وسيقطع علاقته الشخصية تجاه صدام. أجبره على قبول طلبه، لكن بشرط أن يعفو أهل الضحية في المقدمة قبل أن يعفو هو عن ابنه عدي. ليعفو عن ابنه، وبينكم من هم من عائلة المرحوم نفسه؟ والد المرحوم، والد المرحوم كامل، زوجة المرحوم، وزوجة المرحوم، أخوه، ابن عمه، خالة، إلى هنا عفت عائلة كامل حنة عن عدي صدام حسين، وبعدها عفى صدام عن ابنه عدي، وعاد ملك الأردن وقد أعتق رقبة عدي صدام حسين من حبل المشنقة. وهنا نضع سؤالا لكم أنتم مشاهدي ومشتركي قناة، إذا حدثت ذات القصة مع ملك أو رئيس أو حاكم دولتك، هل سيعمل على تطبيق القانون والدستور تجاه ابنه كما فعل صدام؟ أتمنى منكم وضع الإجابة في تعليق. لكن لأنه حصل مع كامل لازم القانون يأخذ بشرط، وعندما أصريت على أن يطبق القانون ليس لأني أكره عدي، هو ابني مثل ما قلت، مثل ما كامل هو ابني، وأن يكون من صلب رجل آخر. أنتوا إذا مصيبتكم واحدة أو اثنين، أنا مصيبتي كانت ثلاثة، كامل عدي والمسؤولية الأخلاقية في تطبيق القانون.
Shut up and sit down.